بني ولد الذبح وهذا ولد ثاني شالوه. طبونا بالصوتيات حاليا. بخلاف خلاص قاعد خلاني. تطلعون صوتيات وصشم. يا ولد تكتك يا ولد. هذا ولد ثاني ذبحنا واحد شالوه. وبنية هنا بالروح. طبونا غدا ومن الفور. هاك بالولد وين؟ ذاك اسمه هذا بس لا الضرب. ضرب الشعرية بوجهه وفاها وين؟ سيدي خيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة رافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا بالبداية نهنئ العراقيين جميعا والأمة الإسلامية جميعا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. اليوم سنتحدث عن هذا الموضوع تحديدا وقدوم شهر رمضان وحلوله على العراقيين في الداخل، وكيف هي المعاناة بالنسبة للعراقيين في هذا الوضع في شهر رمضان بلا دعم حكومي وبلا مساعدة وفي ظل فرض حظر التجول و انقطاع الكثير من العاملين عن عملهم، وبالتالي لا يستطيعون إعانة وإعادة عوائلهم. كيف سيكون الوضع بالنسبة للعراقيين في الداخل؟ ننتظر آراءكم وكذلك ننتظر حديثكم عن هذا الموضوع من الداخل العراقي. لماذا يستمر المواطن العراقي في كل رمضان بمشاهدة كارثة معينة، إن كانت بفعل فاعل أو إن كانت يعني كما يسمي البعض الآن ما يحدث من وباء كورونا ب يعني أمر إلهي، لكن نتحدث عن تصرفات ونتحدث عن سياسات حكومات ما بعد الاحتلال في كل شهر مبارك من أشهر رمضان التي مرت على العراقيين. كيف كان التعامل الحكومي؟ لدينا طبعا آراء بعض المواطنين نود أن نشاهدها ونستمع إليهم مع حضراتكم، وكيف يستقبلون شهر رمضان المبارك بآرائهم وبتعليقاتهم، فنشاهد. ما سووا الوعد مالهم كله كذب كذب، ماكو اي غذائيه واي طلبات اللي سووها كلها ماكو. هاي الطلبات اللي تحكي بها الحكومه كلها فاشله، يعني ماكو ما يسوون طلب اي للمواطنين ماكو. هاي ال 30 دعوها بالاذاعه هم كذب، ماكو واحد استلم. خلي يجي واحد يقول لي انا استلمت ال 30. هاي العماله العاطلين من العمل راحوا كلها سجلت ودفعت كل واحد خمسه وكل شيء ماكو. والله موجود كل شيء هو، بس اسعار غاليه. اي بس دا اشوف هسه انا اول يوم طلعت موجود، يعني دا اسوق قدرت اسوق الاشياء اللي اريدها. اعتق الصعبه يعني إذا ما تنفتح الأمور ويطلع يشتغل وترجع الأمور طبيعية، أعتقد المواد غالية عليه. الكاسب اللي قوته يوم بيومه أكيد ما يقدر يتحضر رمضان بشكل ما أكو هاي ناس تتحضر له، أكيد يعني، لأن هو دخله محدود يعني قوته يوم بيوم. إذا المشاهدين الكرام استمعتم إلى آراء بعض المواطنين من داخل العاصمة بغداد من داخل العراق عن الوضع واستقبالهم لشهر رمضان المبارك، وما هو وضع الكاسب، ما هو وضع العامل اليومي، ما هو وضع الأرامل والأيتام، ما هو وضع فقراء العراق أو من هم تحت خط الفقر في العراق في ظل غلاء الأسعار وفي ظل فرض حظر التجول الذي فرضته سلطة المنطقة الخضراء بلا توفير أي دعم أو أي بديل يقوم بإسناد ومساعدة العوائل على الصمود في وقت الصيام، وكذلك على الصمود في الحياة حتى قبل رمضان وحتى بعد رمضان. كيف ستكون الأمور في ظل هذه السياسات الفاشلة كما توصف من قبل العراقيين؟ في هذا الوقت أيضا ومع قدوم شهر رمضان المبارك تستمر طبعا عملية القمع
الحكومية للمتظاهرين في ساحة التحرير، ساحتي التحرير والخلاني في العاصمة، هناك إصابات وقعت، القوات الحكومية والميليشيات تستمر بشن هجمات على المعتصمين وعلى المتظاهرين قبيل شهر رمضان بهذه الطريقة الوحشية دون مراعاة لحرمة الشهر ودون مراعاة أيضا للوضع الإنساني وكذلك دون مراعاة للبشرية بشكل عام، لأنهم يقومون بقتل البشر بدم بارد، وهذا أيضا من صفات أو من سمات حكومات ما بعد الاحتلال. في رسالة لدينا أحد المشاركين يقول: السلام عليكم، تحية إجلال وإكبار إلى السجناء والمعتقلين، سائلين المولى عز وجل أن يمن عليهم بالفرج القريب، أخوكم عثمان من الرطبة. شكرا يا عثمان. أيضا طبعا أعان الله المعتقلين الأبرياء في سجون الحكومة وميليشيات السلطة بسبب قدوم شهر رمضان وهم لا يزالون في المعتقلات والسجون، وأيضا يعني هناك معاناة كبيرة داخل هذه المعتقلات والسجون، وبالتالي طبعا شهر رمضان إن شاء الله يكتب في ميزان حسنات كل صائم من المعتقلين والمخفيين في سجون الحكومة والميليشيات مغيبين. من معنا الآن؟ السيد محمد من الناصرية، تفضل. أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أحييك وحيي قناتكم المباركة المفضلة. أهلا الله وسهلا. الله يتقبل الطاعات إن شاء الله، شهر رمضان الكريم عليكم وعلينا جميعا إن شاء الله. إن شاء الله أجمعين. الله يحفظك أستاذ محمد. هم طبعا هو يقول الجوعان يعني الشبعان ما يدري بالجوعان، لأن هم ما يهمهم. نعم. هم يعني ذولا يملكون المليارات، يعني سرقاتهم ومليارات قاعدين ياخذون، ثورة العراق طائرة كلها يعني هم كلها أخذوها هاي الثروة ونهبوها، بعد هم ايش وقت يهمهم بالفقير؟ نعم. الفقير اللي قاعد اللي عنده قوت يعني قوت عمل، يعني يوم يشتغل ويمكن أربع أيام ما يشتغل. نعم. وهسه حاليا يعني من الحظر ولحد الآن هاي الناس يعني اللي عندها الدخل المحدود. نعم. فقط قاعدة وماكو شيء، اللي وناسكوا بالحواسم باقي الناس خاصة يعني تعال الحواسم هاي اللي هم بالساكنين يعني بالعشوائية. نعم. دول ما يملكون قوتهم، قوتهم ما يملكونه، هم ما يهمهم، هم يعني ناس مجرمين، يعني هم يردون ينتقمون من الناس، ينتقمون من العراقيين. يعني احنا دائما نسمع انه هاي الحكومة تريد تنتقم من الشعب. طيب شنو اللي سواه الشعب العراقي لهاي السلطة حتى يلاقي كل هذا الرد، كل هذا الظلم، كل هذا التعذيب، تعذيب ليس فقط جسدي، نفسي حتى للناس الآن الذين يتركون في بيوتهم بهاي الطريقة؟ ليش؟ شنو اللي سواه الشعب العراقي حتى يلاقي هذا الرد من أحزاب السلطة؟ أستاذ محمد هم يعني حاقدين، يعني هم بالأخص يعني هم حاقدين على العراقيين. هم يعني الأصل، هم الأصل، أصلهم كلهم يعني إيرانيين. كلهم مجوس، حكومة مجوسية. نعم. حكومة مجوسية، نظام مجوسي حاقد فارسي. فهذا السبب ينتقمون من العراقيين، هم يعني انتقام للعراقيين. ما تسمعهم يعني يا أستاذ شو هم كل ولاهم من؟ كل ولاهم الإيران. نعم. الثروة العراقية كلها حولوها لإيران، يعني هم هسه خلوا الشعب ينتقم، هم كحقد على الشعب يعني يردون ينتقمون منه. نعم. في سبيل إيران، يعني كل ولاهم الإيران، كل الأموال حولوها لإيران، كل الميليشيات هسه اللي عندنا هسه العراق، يعني مو صار عراق، صار إيران، انقلب قلب، النجف متروس، كربلاء. نعم. متروسه ايران، الميليشيات هاي متروسه، جرف الصخر هذا اللي قوبيه، يعني ميليشيات قيامه ميليشيات. نعم. كلها ايرانيه، هم هسه قاعدين يحشون بايران، فهم كلهم ايرانيين. فرس مجوس هذا. يقول احد الاشخاص، احد الاشخاص اللي عرضنا المقطع قبل قليل من العراقيين، يقول انه وعدونا على اساس ب 30 الف دينار عراقي وكل شيء ما حصلنا منهم. طيب حتى وان كان هناك وعد من الحكومة وممكن أنه الوعد كان بيعطاهم 30 ألف دينار، هي شنو قيمة 30 ألف دينار عراقي؟ وشنو ممكن تسوي العوائل من 5 و6 و7 نفرات بالعراق بغلاء الأسعار حاليا اللي يعيش البلد؟ شنو ممكن تقدم لهم هاي المبالغ الضئيلة؟ لعد وين فلوس العراقيين اللي بالمليارات من الدولارات وهي الحكومة دتمن عليهم حتى بالكذب بمبلغ 30 ألف دينار عراقي؟
نعم نعم استاذ محمد، هو هسه الألف دينار، الألف دينار هسه من تطيم كل الطفيل، للطفيل ما يكفي له يعني يمكن نستل اجيب له نستلتين هن بألف دينار. نعم. هاي وحده، اثنين هسه طبعا كلها هي هاي وعود كاذبه، هسه ال 30 ألف دينار ما مطينها. منح اللي قالوا عليها مو على اساس منح وكذا، اما اكو لا منحه لا غيرها لا عاطلين، الناس كلها من جايه كلها يعني وعود كاذبه ما لها اي صحه خبر زين. كلها يعني ما موصاكم جلال الدين الصغير عفكم من النستله يا محمد. نعم. جلال الدين الصغير يوصي العراقيين عفكم من النستلة، عفكم من هالكماليات، هم حصلوا شيء من الأساسيات حتى يتوجهون للكمالات؟ لا لا ماكو ماكو يعني كل شيء ما حصلوا، كل شيء ما يعني هم قلت لك يعني هسه هو الطفل يمكن ما يقبل بالألف دينار ما يكفي له، ألف دينار يعني شو تسوي عائلة وشجنة وعده أطفال، وين يودي الألف دينار يومية؟ أو هم ماكو هم يا ريت انطوها يعني هسه كل واحد راح وسوى المعامله وكذا وكل شيء ما في يعني كلها وعود كاذبه وما لها اي صحه. نعم. انا اشكرك يا محمد من الناصريه، شكرا جزيلا. معنا السيد ابو مالك من امريكا، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله تفضل. تحياتي لك حبيبي ولك جميع كادر القناه. اهلا وسهلا. استاذ محمد انا عقبت البرنامج مال منبر الرافدين. نعم. وبخصوص بناء المستشفى اللي بناها المرجع الديني السيستاني بإيران بقم، رغم انه هو مو موضوعنا بس تفضل. لا هو انا خبرتك بس ما لحقت على البرنامج بوقتها. طيب تفضل. فردت اسال سؤال واحد. السؤال هو الدم يصير مي؟ طيب ما يصير مي طبعا، هذا رجل هو بالاساس ايراني. طيب يا ابو مالك احنا خلي نحكي بنقطه يعني نربط هذا الكلام ببعضه حتى نكون بصلب موضوعنا اليوم. ليش ما هاي الاموال تنفق على فقراء العراق والمحتاجين؟ ليش ما تنفق على بناء مستشفيات في العراق لمن يحتاجها؟ يعني امراض القلب موجوده بالعراق وموجوده اكثر ربما من ايران، امراض السرطان عندنا، يعني البصره بسبب الملوثات اللي بيها اوبئه وامراض سرطانيه الله اعلم ايش قد. يعني هاي الأموال ليش تروح البرة وإحنا مقبلين على شهر رمضان والناس محتاجة كل فلس؟ يعني العراقيين الآن بوضع صعب جدا. أستاذ محمد هم من 2003 برنامج هذول السياسيين أصلا ما إجوا لخدمة العراقيين، صدق واعتقد بالله. نعم. إجوا فقط لخدمة أنفسهم. نعم. أنت شفت، أنت لاحظت رئيس مجلس النواب البريطاني يخرج من الدائرة مالته على بايسكل. نعم. احنا عضو مجلس النواب عندنا بالعراق اذا ما يمشن وراء 5 سيارات 30 عنصر حمايته. نعم. اذا تريد تضرب رواتب ذولا ال 30 زائد السيارات زائد الراتبة. نعم. بيعيش محافظة كاملة. فاضربها ب 365 نائب. نعم. ميزانية الدولة دا تروح لهم. الشعب العراقي شقبض من ورا ذولا. شله مال فاسدين حراميه عقود وهميه بوق سرقات من الله ما خلق يعني من تاريخ العمليه السياسيه لحد هذا اليوم. نعم. ميزانيه الدوله صفر، مديونين 200 تقريبا 200 مليار. نعم. شلون راح يمشون امورهم ويا الموظفين ويا المتقاعدين؟ انا اعتقد العراق نحو الهاوية بوجود هاي الشله الفائز الطاقة. مع احترامات أستاذ محمد. أنا أشكرك يا سيد أبو مالك من الولايات المتحدة الأمريكية، كنت معنا للمشاركة. معنا السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل يا أبو زكريا. الله يحفظكم ويحفظ قناتكم إن شاء الله، وأقول لكم رمضان كريم على عليكم على كل المسلمين، أم العربية أم النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله آمين أجمعين إن شاء الله. يا ابني محمد تفضل. أقول لك صار 40 يوم مال كورونا. نعم. شوزعوا بالحصة التوهمية، ثم ناس خايف بطنين زيت عليك الله. يعني احنا هيش حكومة عندنا له عصابات وحرامية يا ابني محمد. نعم. عصابات سلطونا علينا، السوق اليوم قاب قبة، قاب صار 3 قوط، الله وكيلك
يعني الفقير المسكين يشتري له الشيء في الشارع من الأسواق على مود رمضان الكريم، والله كذب بالقرآن العظيم كذب، والله أول واحد أنا من الناس طبيب الأسواق يعني كان شكر 750 اليوم يقولي بس يعني هذا يجيب وأنا كل بجيب شهري 10,000 ناس شو أشيل يعني أخذ سمعتين. وثانيا نعم أشكر هذا الدكتور من بريطانيا ما أقول اسمه دزي مصاريف حتى أسبوع كافاني الله يحفظه ويحفظ بارك الله بي بارك الله بي بارك الله بالخيرين. شكرا يا أبو زكريا من كركوك. طبعا أصحاب الخير الموجودين بالعراق لهم الشكر والثناء حقيقة على ما يقومون به من فعل خير وأعمال لمساعدة العراقيين المحتاجين، تبقى جهود ذاتية لكنها تقدر. لكن يبقى هذا السؤال موجه إلى أصحاب الملايين والمليارات من ما يحكمون في السلطة، والشعب هو من مسؤوليتهم الأولى أن يقوموا بتوفير حماية وبتوفير حياة كريمة لهذا الشعب. يعني حقيقة لا يستطيعون حتى أن يتعلموا من المؤسسات البسيطة، من الأفراد الذين يقومون بمساعدة الفقراء والمحتاجين. من معنا الآن؟ معنا السيدة أم علاء من الديوانية، تفضل يا أم علاء. ها بعد عيني سلام عليكم يا يمه. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. رمضان كريم عليك وعلى الأمة الإسلامية يا معي عيني وعلى كادر إن شاء الله أجمعين إن شاء الله. يا بعد عيني يمه أنا عاقتي. نعم أنا عيني اعتقلوا بكربلة. ليش؟ إلى 7 سنين يا بعد قلبي. ليش اعتقلوا حجية؟ اعتقلوا هو كلية كاملة ويدرس كاملة وكانت حكومة المالكي طيارات اليهود. نعم. سيدة أم علاء أني أتمنى طبعا صوتك، نعم أتمنى صوتك يوصل إن شاء الله ومشكلتك يسمعها اللي يقدر يحل هاي المشكلة، والله يكون بعونك ويصبرك. وأشكرك للمشاركة سيدة أم علاء من الديوانية. معنا السيد خالد من كركوك، تفضل يا خالد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا أخي؟ الله يسلمك، بس لو تنص صوت التلفزيون شوي يا خالد. ماشي قلبي. نعم استاذ محمد، احنا بكركوك درجه الفقر كلش هوايه. نعم عندنا حي صناعه كبيره مفتوحه بداخل كركوك، من كل مواطن ماخذين 90 ورقه و 80 ورقه، اقل محل 80 ورقه. نعم اقل محل 80 ورقه، هاي صار لاربع سنوات المحلات خلصانه، ما ينطون لا للمحلات للناس ولا الفلوس. نعم
هاي شغلة الأولى، ودرجة الفقر بكركوك إلى درجة هواية. شلون الوضع هسه عندكم وأنتم مقبلين على رمضان؟ أمني الحمد لله زين، أحسن داخل كركوك، ماكو شيء. لا الوضع يعني وضع الاقتصادي، وضع الناس ويا الغلاء ويا الأسعار. حيل تعبان. أنا اليوم نزلت للسوق اشتريت دجاج حي، صدقني نسوان دي يجون يتوسلون ياخذون كراعين ما دجاج يسوون بيه أكل. يعني درجة الفقر اي هيجي زين، يعني توقع بهالحالة زين. دي يقولون هذا النفط نازل، ماكو مساعدات، حصة تموينية، شيء ماكو مساعدات، ماكو. يجي بيكا بيفتر يوزع له كم شيس مال دول الزناقيل على المعرفة العوائل الفقيرة، ماكو وانتهى. والحصة التموينية شنو وضعها؟ الحصة التموينية تمن إلى درجة تعبان، بس تمن وزياد بين كل شهرين ثلاثة. نعم. أستاذ محمد عمري على مود النفط هم خلي أحكي لك، لأن هاي الدولة عندنا مافيا. إحنا بوقت صدام حسين البرميل مال النفط يتصدر ب 33 دولار، مواد تموينية كاملة موجودة. طيب. زين. سيارة تطبق بالبنزين قانا بدينار يتفول، هسه السيارة يطبق ب 22,000 دينار يفول، هاي الأملاك المن دا تروح. وصل سعر برميل النفط وصل بزمن المالكي أكثر من 150 دولار للبرميل. وين راحت هاي الفلوس؟ صح لو لا، وين راحت هاي الفلوس؟ وهسه لا يزال. نعم. يا أي مسؤول تلزمة عنده 60-70 حماية كلهم متروكين وما يداومون. هذا الفلوس ما الدولة هي شي تدروع، والفقير من يقوم يشيلوه يطبون عليه للبيت يشيلوه وروح. نعم. يعني أستاذ محمد أترجاك توصل هذا صوتنا، خاصة المحلات هاي الناس ماكم داينة أكثر من 3000 محل، أقل من محل بدفتر دافع نقد، دفتر 20 ورقة 30 ورقة بالأقساط، هاي الفلوس كلها راحت. نعم يا خالد، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة، وصلت الرسالة. طيب نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. قانون دولي كل 15 سنة سبيل سجون، يعني هسه يلزمه يضرب عقرب يخليه يعترف بإسرائيل دولة، وكتي على مود شبس ليس يحكمه 15 سنة، على مود باكية جقاير، على مود بلازمة يحكمه 20 سنة. ترى ما يصير هذا القصر والله العظيم، يعني لو مجرد على عداء شخصي، لو واحد يدفع عليه فلوس يفينون، ما يصير هيك. يعني انت المرجع السيستاني من قلت تطلعوا مو طلعت كل العالم حررت وقاتلت، وهاي شاسة ما تحكي عن العالم هاي سجناء الفريق. عمي احكي رحمة الوادي اكم المرجعية اطلوا فتوى يا الله. عوائل السجناء تطالب بإطلاق العفو العام عن الأبرياء، هي الحكومة الجانرة المقرر 67,000 مسجون على 25,000 يومية بالشهر مليارين ونص، والحقوق الإنسان 700 مليار، ولكن لم يصرف عليهم. الحال العراق بحاجة إلى أموال، هذا سرقة المال العام. عوائل السجناء تنادي العفو العام عن الأبرياء، إلى متى هذه السجون؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نقرأ بعض الرسائل الواردة على رقم القناة الخاص بالواتساب. في رسالة لدينا من السيدة أم أنس تقول: السلام عليكم أخي، أطالب بالعفو العام، والله ملينا، اللهم فرج عن جميع المعتقلين. أنا أخويا صار 13 سنة بسجن الناصرية، حسبنا الله ونعم الوكيل. في رسالة لدينا: السلام عليكم، أنا والدة معتقل، والله تعبنا يا حكومة، حسوا بينا إحنا الأمهات والخوات والزوجات والأطفال، الله أكبر، حسوا بالسجناء، كافي ظلم، كافي فرحوا شعبكم لو مر بحياتكم. من معنا الآن اتصال؟ السيد أبو خالد من بغداد، تفضل يا أبو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخويا؟ أهلا وسهلا، حقيقة وحقيقة قناتكم الحرة البطلة، الله يسلمك.
ولو انا ما عرفت اليوم الموضوع شنو هو، بس انا جيت اسف خارج البيت. الله يسلمك. طيب يا ابو خالد، حتى اقول لك الموضوع هم تعطيني رايك به. اليوم احنا ان شاء الله بليله الاول من رمضان، كل عام وانت بخير. شنو وضع العراق؟ شلون وضع العراقيين بهذا الشهر؟ والحال صعب كما تشوف، وضع اقتصادي تعبان، حظر تجوال، مرض فيروس كورونا، وحكومه رافعه ايدها عن الموضوع. والله يا اخي حال العراق معروف القاتل والداري من جميع الدول العربيه والداخل والخارج. نعم. يعني انت تعرف هذا الوضع العراقي اللي تشوفه شلون هو، قبل لا يصير انخفاض النفط وغير امراض كورونا وغيره، هو انت وضع العراق مثل حيل. نعم. يعني من كل النواحي. يعني ترى على حالتي انا موظف، طلع التقاعد من شهر الواحد، لحد الان معاملتي ما كامله ولا مثل مراتب ولا كل شيء، صار 4 شهور عندي عائله ومريض وما من السوالف هاي. نعم. فوالله يا اخي ملة العالم، يعني من الحكومه هاي حكومه ما اعرف يعني شنو نقول عنه، والله ما ادري شنو بيحكي هاي الحاله بالتربيخ وبشوف انه هاي القنوات وبشوف الاضحيه اللي بالعراق. نعم. حتى انا بس نريد نناظر المعتقلين. المعتقلين هسه اللي صاروا وهم حكموا ظلم، ظلم حكموا، يعني انا احكي لك ابني اني اخذوه بالشارع، لا علي يشتكي، لا علي امر قبض، لا علي اخذوه من الشارع، دق لي اعترافات قال احترف على كذا وكذا. انت قتل اعترف قتل فلان وفلان وفلان، هم احياء ما مقتولين. ما كفوا وكلونا النوب قال خش مثل ما يقول دعوه اخرى. نعم. وثاني اذا ما راح عند القاضي يهددونه اذا تبقى عند القاضي نفعل ما نفعل كذا وكذا. نعم. فوالله يا اخي وين الجنايات والجنايات؟ تجيك زين كان القاضي هذه شغله تشير لا عليه مرتفع لا عليه مشتكي لا عليه يزيد. القاضي كم 15 سنه ولا حتى لو نسلم له 14 وهو شو يقول لك ابو الجنايات؟ ابو الجنايات كم 15 سنه. كم 15 سنه. طيب اكو ادله ملموسه على تورطه او على اتهامه؟ يعني من قدمه من حكموه 15 سنه على شنو استندوا؟ ما بعرف على شنو استند، ما دام حتى القرار تقراه وشوف القرار ما فيك قاضي يعني نفس يدور ركبوا على مثل الدعوه يا ابو الهيثم يا ابو عمان الزلمه لا عفوا ولا عندي دعوه ولا عندي اشتكي عليه ولا عندي ما اقبل اخبار كيف ما في حد. المقتولين اللي ادعوا ان قاتل ما دزوا عليهم، حتى الدعوه ما تم قديمها ما دزوا عليهم. هم موجودين احياء، لا اشتكي لا عليه ما قبوا ولا مشتكي عليه ولا حد يدعي في الحق الشخصي، وهذا هو الحاكم هو وانما حالات حالات الحالات مثله. اكو طريقه بالفلوس يطلع؟ ها؟ لقيتوا طريقه انه يطلع بفلوس؟ الفلوس نطيت وراحت ولعبوا علي الغمق التحقيق والمحاميه، حطيت لهم 4 دفاتر والاربع دفاتر راحت وعندي قلت لك الحكم، والله اقسم لك بالله العظيم انا بالنسبه لي ما دافع عن الظالم وانما دافع عن المظلوم. الظالم والقاتل يطبخ 12 مره، بس والله لو انا ابني عندي هالشيء هذا لا ما كان يعني ما في حد علي لا مشتكي عليه لا حد لا حد لا حد لا حد لا شيء. نعم. يعني قلت لك 15 سنه ولا حول ولا قوة الا بالله، لازم نرجع للعفو نريد العفو. يقول لك لا من الارهابيه قتله مجرد لا من قتله، انت شوف عين على التحقيق، شوف القضيه مالته، شوف النظاره مالته، شوف المحكوم. يعني محاميه كنت ما اعرف شافوه يعني هذا كبر محكوم، لا عليه مشتكي، لا عليه مثل ما يقول القاضي قبر، لا عليه شيء، مش شارع خلوه مش شارع تغلب عشوائيه مش شارع. حتى اخترنا كل المقاتل من 2012 القمه العربيه بالعراق. اخذوها من الشارع، انا مش اخذوها من عندهم على اساس درجات امنيه مدري شنو، ما حد يقول من السجون. طيب. يا اخي انا طالب معكم من لجنه حقوق الانسان بالهيئه العامه للمسلمين. نعم. نعم يا ابو خالد. الفريق الاحمر هي اخذت يعني مثل ما يقول اطراف انقتل، احنا اطراف لا حول ولا قوه الا بالله. الله يكون بعونك يا ابو خالد ووصلت رسالتك، شكرا جزيلا لك. معنا السيد حسن من بغداد، تفضل يا حسن. حسن الو. نعم تفضل يا حسن. حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. طبعا نبارك طبعا للعراقيين والامه الاسلاميه بحلول رمضان المبارك، وان شاء الله ان يجعله خير ان شاء الله ومقدم خير ان شاء الله على هذا الشعب الشعب المظلوم ان شاء الله وكل الامه الاسلاميه ان شاء الله. بالحقيقه يعني احنا عندما نتكلم على
هناك تقصير واضح جدا. يعني الحكومة هي يعني في واد ومعاناة المواطن في واد. نعم. اليوم احنا مقبلين على أزمة اقتصادية وسياسيين يعني يتشاجرون على المناصب المقيتة والمفاضلة والمحافظة. نعم. ودور المواطن معدوم وكل أموره اللي يتعلق بأموره اليومية. أزمة كورونا يعني أثبتت بأن هذه الحكومة هي حكومة عرجاء، حكومة مصالح شخصية فقط. نعم. أما الـ 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 الشعب العراقي فهو يعني ما موجود في قائمة. إيش وقت حتباوع هاي الحكومة على الفقير على المحتاج وإحنا بأيام الناس بأمس الحاجة إلى الطعام وإلى الشراب وإلى قوت يومهم؟ طبعا اول قبل ما نكون احنا يعني نوفر الطعام وقوت يوم خلينا نوفر الكرامه. اليوم المواطن العراقي يفتقر الى الكرامه، يفتقر الى حقوقه المهدوره. يعني احنا بنشوف الكارثه اللي بتكون بأزمة الاقتصاديه اللي هي باسعار النفط. اليوم هذا الاساسي اللي الحكومات السابقه اللي جدول التراخيص اللي اعطت النفط الى 100 سنه يعني ببلاش. اليوم المواطن هو اكيد هو راح يكون يعني هذه الازمه راح تصب عليها صب سلبي. هذه الحكومات قد سرقت المستقبل. يعني يا حسن الان سعر صافي برميل النفط العراقي هو دولار يعني ونص الى دولارين. حسن سعر صافي دولار النفط العراقي سعر النفط العراقي مقابل الدولار هو من دولار ونص الى دولارين، بجيب منه حتروح؟ نعم. وهو ممكن شو تكفي اصلا أكيد للمجتمع؟ اكيد احنا بس نقول جدول التراخيص اللي سواها حسين الشهر الثاني، هذه القامه اللي الكبرى، هذه الجريمه الكبرى. اليوم كانت حكومه المالكي وحكومه حيدر العبادي وهذه الحكومه المقيته الكارثيه حكومه عادل عبد المهدي هي كلها مشاركه بهدر الاموال وهدر الثروات. اليوم النفط يوم احنا نستخرجه نعطيه للشركات، ما نعطيه اليوم حتى نعطي فوقها، احنا نعطي فوقها اثمان. اليوم هذه الحكومات قد ثبتت، هذه السياسيين قد ثبتوا بانهم هم اتوا من اجل تدمير الثروه والعباد والمال للشعب العراقي. نحن اليوم في يعني مقبلين على كارثه حقيقيه على الشعب ان يعني يقول كلمته، لان هذه الحكومات هي من سرقت الماضي والمستقبل. شكرا جزيلا لك يا حسن من بغداد. معنا السيد ابو حيدر من اربيل، تفضل يا ابو حيدر. شلونك يعني محمد قلبي؟ شلونك؟ زين ان شاء الله. خير الله يسلمك، تفضل. انا ابو جاسم الله يخليك، اعطيني مجال شويه، هذا قلبي خلي ارفيه شويه على المالكي المجرم. نعم. زين هذا المالكي يعني وشلون راح يقابل رب العالمين؟ يعني ألف مليار، هذا ألف مليار يا أخوي هذا مال يتامى، ما مال تخلفه يودي إيران يوزع الحبايش مالته. أخوي هذا مال يتامى، يتامى كان لو باقي الألف مليار ما كان يصير بينا هيكي. نعم يا أخوي. وشي ثاني زين، هم هالحكومة هاي ليش اكو ناس فقراء مجونين؟ نعم. مجونين ناس ابرياء يا اخي. المجرم اعدمه والما مجرم اطلق صراحة في هذا الشهر الفضيل. نعم يا اخي. اذا الى متى يعني؟ يلا جيب ويكرف بس لنا بالسجن، والابو الترياك ابو الحشيشه ابو القاتل يطلع. نعم. هذا الله ما يقبله يا اخويا. والى متى يعني؟ والى متى احنا نظل بهذا؟ زين هو ما ظل يعني شنو بلد؟ ايش هذا بلد؟ نعم. وين ماكو مجرم يحكمه؟ هسه تشوف كردستان الله يرضى عنها الحكومه، يعني انت تشوف انت كردستان وزراء يعني مرتبين. طيب. اهل 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 مناصب كاك مسعود رجال اعتزل انطاء. طيب يا ابو حيدر انا اشكرك، مو موضوعنا، انا اشكرك شكرا جزيلا من اربيل حتى لا نتفرع بالموضوع. بس ذكر ابو حيدر نقطه مهمه جدا حقيقه، وهي قضيه نوري المالكي ووصفه بالمجرم
لأنه قام بسرقة مليارات من خزينة الدولة العراقية في فترتي حكمه. هنا نؤكد على اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، وطبعا ربطا بتوصيف نوري المالكي بمجرم، طالبت بمحاكمة نوري المالكي وأذنابه الذين ارتكبوا مجزرة الحويجة وقتلوا أكثر من 54 شخصا وعشرات الجرحى من المعتصمين السلميين. اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي قالت إن جرائم قتل العراقيين وسفك دمائهم مستمرة منذ 2003 مرورا بثورة 25 شباط إلى مجزرة الحويجة وجامع سارية وساحة العزة والكرامة في الرمادي إلى مجزرة الناصرية والبصرة والنجف وكربلاء والمجازر المرتكبة بحق المتظاهرين من ثورة تشرين، ولن تقف عند هذا الحد ما دام أقطاب العملية السياسية وأحزابها الفاسدة وميليشياتها الموالية لإيران تتحكم بمقدرات العراقي وشعبه الصابر. طبعا هذا تذكير أيضا لمجزرة الحويجة وما ارتكبته قوات نور المالكي في ذلك الوقت، ولا يزال حرا طليقا، سقطت الموصل في عهده بيد داعش ولا يزال حرا طليقا، ارتكبت مجزرة سبايكر في عهده وبسببه ولا يزال حرا طليقا. طبعا هذه الاتهامات جاءت من نواب داخل البرلمان اتهموه بأنه هو المتسبب في سقوط مدينة الموصل، في دخول تنظيم الدولة أصلا إلى العراق في ما حدث في سبايكر. وطبعا هذا الموضوع هو الذي يتحمل المسؤولية، ومع هذا لا يزال حرا طليقا يتمتع بالسلطة وبالنفوذ وبالأموال وبالميليشيات. في الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام، لدينا بعض الرسائل الواردة، مثلا الشيخ أبو زهراء من البصرة يقول بعد التحية: أخي باشر، أول أيام شهر رمضان وكل شيء ما شفنا من هاي الحكومة الكذا، وهذا أبو التجارة شو وقت، يعني يقصد وزير التجارة شو وقت يطلق مفردات البطاقة التموينية؟ يا أخي والله ملينا باشر رمضان واني ما أملك كيلو طحين، والقرآن باشر راح أفطر على المي، الله شاهد، الله ينتقم منهم يا أخونا. نعم، من معنا الآن؟ السيدة أم أحمد من الموصل، تفضلي. أم شهاب؟ أنا معك أخوي. تفضلي يا سيدة أم شهاب. ألو أستاذ محمد؟ نعم تفضلي، أهلا وسهلا. أريد أشارك بالبرنامج، أريد أطرح موضوع على مدى المستقبل. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أنت على الهواء مباشرة يا أختي، تفضلي. أستاذ محمد، موضوعنا على مدى المساجين، مداعي بالعفو العام، إحنا نعم. مسجون. نعم. ومظلوم وما عنده شيء، ومنطقة التاجي مسجون. نعم. ومحكم 15 سنة. نعم. وحكم كل ظلم الظلم. مداعي بالعفو العام. أريد بس الحكومة الله يحط رحم بقلوبة، أريد بس توصلون صوتنا أنتو بهذا شهر رمضان الفضيل، يعني نعم. أريد شوية أحد يداخل هذا الشيء، أريد أحد يحس بينا، الحكومة ما في شيء فرد مرة، إحنا الزوجات الأمهات انظلمنا حيل ما عاد نتحمل. نعم. اللي إحنا قاعدين ندعي ونبكي، ليه متى هذا الوضع؟ ليش الحكومة ما جرت بينا؟ ليش ما جرت تحس بهذا الشعب اللي تعلم وفرق مرة مع صعبنا مع مقدار؟ نعم. يعني المساجين ما حد يفكر بيها؟ الريض صوت ما يصل، الريض الحكومة شوية تحيل ما تفكي صعبنا؟ نعم. كافي عادينا لو شوية بينا أنطالب بالعفو العام، الله يرطون عفو تبيض السجوح ما تبريان عم الجوة ما يجي. نعم يا أم شهاب، إن شاء الله توصل رسالتك وصوتك يوصل، شكرا جزيلا لك للمشاركة. نقرأ فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام الرسائل الواردة على الواتساب الرقم الخاص بقناة الرافدين. في رسالة لدينا يقول، تقول السيدة أم سجاد من واسط: نحييكم ونحيي قناتكم الشريفة صوت الحق. السستاني وولده ومقتدى وعمار يأخذون فلوس المقدسات، يعيش العراق أحسن عيشة، تقصد لو ما يأخذون فلوس المقدسات يعيش العراق أحسن عيشة، وما مكفيتهم الميزانية، الله يلعنهم ويلعن الأحزاب.
أبو زين العابدين من البصرة يقول: السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير، بمناسبة حلول الشهر الفضيل وإن شاء الله يوم الخلاص من عصابات الأحزاب والميليشيات وكل ما يؤذي الشعب العراقي. في رسالة لدينا: السلام عليكم أستاذ، لا عتب على الحكومة المجرمة بل العتب على شعب يأمن من منحة لا وجود لها، وهي لا تساوي كوجبة إفطار لحماية واحد من اللصوص المجرمين. تحياتي لكم. رسالة أخرى: نوار من هولندا يقول: السلام عليكم أخي محمد، حكومة العراق لا تعير أهمية إلى الناس الفقراء، حكومة فاسدة، هم عايشين في كوكب والفقراء في كوكب، الحكومة حاربت الشعب نفسيا وفكريا، بس أكو الله موجود على كل ظالم، لعنهم الله. في رسالة لدينا: السلام عليكم، تحية إلى قناة الرافدين ورمضان كريم عليكم، نرجو إقرار قانون العفو بمناسبة حلول رمضان الخير وإفراح العائلات مع أبنائهم. إبراهيم الكبيسي، شكرا لك. رسالة تقول: أنا أم أحمد، ابني اعتقلوه وانحكم 15 سنة، خريج بكالوريوس من الأوائل، تخرج دخلوه السجن، ابتهم مؤيدة، يعني تتحكم، ابتهم كيدية، كيدية يعني تتحكم بمستقبله، حسبنا الله ونعم الوكيل، وتهمت لا قتل ولا إرهاب ولا مخدرات ولا سرقة. في رسالة يقول أحد المشاركين: أستاذ محمد شلونك، السلام عليكم، أول شيء فيروس كورونا على عيني وراسي، بس موجود فيروس سياسي قاعد بالخضراء. شيء ثاني، إذا يراهنون على الوقت، الوقت ترى الوقت مو من صالحهم، والله خلي يطلعون ويحسون على نفسهم. يقول يعني أستاذ تدري إحنا الشباب عندنا مواهب وتمثيل، طيب وين دولة اللي ما تراعي، والله ما نرجع إلا شهداء. وهذا آخر كلام العراقيين بصورة عامة، وأنتم القناة الوحيدة اللي تهتم بالشباب، يا ريت تستمرون وتعيش الثورة. شكرا جزيلا. في رسالة لدينا: هناك من يحاول أن يتصل، طبعا نعتذر مشاهدينا، نكرر دائما أن الخدمة غير متاحة للاتصال. رسالة يقول لأحد المشاركين: السلام عليكم أخي محمد، العفو يشمل قضايا الجمارك؟ لا أعلم حقيقة من شمل العفو، فالسلطة أعلنت عن عفو خاص، وحقيقة الموضوع كله مبهم، و يعني الموضوع كأنه إعلامي فقط لا غير. أتمنى قراءة رسالتي، بس أريد أعرف الدول كلها انطت عفو عام إلا العراق، يعني فوق ما معتقلين أبنائنا وحاطيهم بالسجون، إضافة إلى التعذيب المستمر للسجناء وكاتلهم الجوع، و80 سجين بغرفة يعني حتى ما يقدرون ينامون. والله الحكومة الحالية فاسدة وإرهابية، نطلب من الشعب العراقي إنقاذ أبناء قبل فوات الأوان، وكل يوم على السجين بسنة. في رسالة تقول: السلام عليكم أخي المحترم، أختك من كربلاء، والله خطيبي بالسجن البارحة، سحورة صمونة وقلاص حليب، ما ينطوهم أكل والله. لدينا رسالة أيضا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن من سكنة قضاء الرطبة، نعاني من حصار مطبق على القضاء، قضاء الرطبة عبارة عن معتقل كبير، الميليشيات والجيش تحاصر القضاء من كل الجهات، والضايق العوائل، حيث من مقررات مداخل قضاء الرطبة وقرب العوائل، النساء لا تستطيع الخروج بسبب وجود الجيش قرب المنازل، والغاية من ذلك هو تهجير سكنة القضاء، ولا يستطيع الدخول والخروج الأب إلا بقصاصة أمنية. نرجو من قناتكم الموقرة إيصال صوتنا ومعاناتنا، وشكرا. السيدة أم هديل تقول: أرجو منكم توصيل سلامي إلى سجناء التاجي الأول من رمضان، مبارك عليكم وربي يفرج عنكم وعن كل مظلوم، سلامي إلى زوجي الموقوف ظلما منذ 10 سنوات، وإن شاء الله يشملك العفو الخاص. في رسالة لدينا تقول رسالة: أخي محمد، السلام عليكم أخي محمد، إيهاب من بغداد، بعد التحيات من يقرون قانون العفو عن السجناء. السيد أبو حاتم من الموصل يقول بعد التحية: العراق في دوامة الصراعات الدولية، يبقى في هذا الحال حتى ينهض كل العراقيين كما نهض أبطال ثورة تشرين. شكرا لك. وفي آخر الرسائل مشاهدينا الكرام: اسمي محمد صالح،
هذا صار له شقد العفو باكر وباكر، والله بزعنا واحنا ولدنا اريدهم من شواربهم اذا عدهم شوارب. وصلنا الى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، اشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعه والى اللقاء.